محاولات كثيرة لمحاولة الوصول إلى حقيقة ما يجري في الدوحة، لم ينجح أحد في معرفة الحقيقة، لأنه بلد بلا شفافية، بلد تقترب من كلمة دويلة، يعني في منطقة الوكرة اللي هي قريبة من قاعدة العديد الأمريكية وقريبة أيضا من القاعدة التركية، حدث فيها إطلاق نار شديد وطائرات بتتحرك، وقيل بأنه في انقلاب داخل القصر. بمجرد ما رحل تميم من الدوحة إلى سيشي لقضاء وقت رمضاني هناك، هذه الخريطة دي تحركات الطيران للوصول إلى منطقة الوكرة. منطقة الريان زي ما احنا شايفين، منطقة الريان دي اللي فيها القاعدة التركية، دي منطقة الريان فيها القاعدة التركية، وأدي المكان اللي هو فيه ما جرى من انفجارات وغيره وغيره، جنب القاعدة التركية وجنب القاعدة الأمريكية. يعني سمعوني ضرب النار اللي كان حاصل يا شباب امبارح بالليل والنهاردة الصبح، يعني لم يتسنى لنا، سمعوني. وربكم يسر إن شاء الله. منطقة اشتباكات ما أقدر أصور، الدنيا دائمة وقاعدة وربكم يسر إن شاء الله. منطقة اشتباكات ما أقدر أصور، الدنيا دائمة وقاعدة وربكم يسر إن شاء الله. منطقة اشتباكات ما أقدر أصور. دي واحدة ست يعني بتسجل وبتصور وضرب النار شغال، إطلاق النار شغال في منطقة الوكرة على بعد تقريبا 12 كيلو من الدوحة، في الطريق يعني ما بين القاعدة العسكرية والدوحة. ده حصل. إيه القصة؟ إحنا لم يتسنى لنا حتى هذه اللحظة معرفة. أدي ضرب نار تاني أهو، أهو كل ده ضرب نار في منطقة الوكرة. احنا ما عنديش مبالغة، انا لا اعلم حتى هذه اللحظة ما يجري في قطر، لكن لدي ثلاثة شواهد. يعني لدي الى ان تتضح الصورة وتنقشع هذه الضبابية الموجودة، لانه دي مش بلد، دي عبارة عن عزبة يعني، فمش عارفين اللي بيحصل جواها ايه. لكن في ثلاث شواهد بالنسبة لي. الشاهد الاول حمد بن جاسم، اللي هو كان شريك حمد بن حمد الثان اللي هو الامير الوالد، كان رئيس الوزراء عنده. حدث خلاف بينه وبين تميم، لانه اقام شركه من شركات حمد بن جاسم اقامت مستشفى ميداني اثناء ازمه كورونا، وما المطر نزل المستشفى اتهدت، فحول الموضوع للتحقيق. مين تميم؟ فحمد بن جاسم قال له انت بتحولني للتحقيق، ده انا اللي مربيك. حدث خلاف بينهم الاثنين، بيقال النهارده انه هو اللي بيقود عمليه الانقلاب واطلاق النار، لانه معروف ان هو ملتي ملياردير. ده مين؟ حمد بن جاسم. ده الامير الوالد، انا عايز حمد بن جاسم. ده الامير الوالد اللي كان شغال مع حمد بن جاسم. حمد بن جاسم هو الكلام كله بيدور حول قيام وادارته وتحركه من اجل خلع الامير تميم، وبيقولوا انه الامير تميم في جزيرة سيشل هو ده اللي واقف، الكلام كله عليه ان هو اللي قام بعملية الانقلاب، وده العشاء الاخير اللي بينهم اعتقد. يعني الرواية الثانية شقيق الامير تميم اللي هو مشعل بن حمد، اخوه من ابوه، مش اخوه شقيق، امه مريم بنت محمد بن حمد الثان، وده كان ولي العهد وتم عزله ووضعه في تحت الإقامة الجبرية من 20 سنة. بيقال إن هو مع باقي العيلة، ده الأمير مشعل، الشيخ مشعل اللي هو أخو تميم، اللي هو أخوه مش ابن موزة، ابن مريم. فبالتالي هو عايز مع بعض أعضاء العيلة إن هو اللي يتولى الحكم. فقيل أيضا الرواية الثانية إنه مشعل بن حمد هو اللي قام بالانقلاب. الرواية الثالثة اللي موجودة عندي، عبد الله بن ناصر اللي هو رئيس الوزراء السابق. عبد الله بن ناصر كان صديق وأحد أهم أركان النظام القطري، لكنه كان في فرح أو في عزاء والدته، قال كلمة خلته يدفع ثمنها لغاية دلوقتي. قال كلمة غريبة جدا، قال أخاف أن نندم على جية الأتراك ولا يطلعون بعدين. يعني هو قاعد في العزاء بتاع أمه، قال أنا خايف والله من جية الأتراك عندنا في قطر لما يطلعوش بعدين. سمعها الأمير شاله عزله ونكل بيه.
الرواية الثالثة بتقول إن عبد الله بن ناصر بينتقم من الأمير من خلال انقلابه. ثلاث روايات بتفسر ما جرى أو بتستنتج ما جرى خلال الساعات الماضية في قطر، إن في انقلاب بيرجع إنه عبد الله بن ناصر أو مشعل بن حمد شقيق الأمير أو حمد بن جاسم اللي هو رئيس الوزراء. يعني أنا عايز أقول إنه النظام القطري، هو حد بيقول لي النهارده بيقول لي هو نظام برلماني ولا نظام وراثي، ولا هو لا نظام ديمقراطي ولا نظام وراثي ولا نظام اي بدنجان، هو النظام نظام انقلابي. يعني ايه؟ اللي يصحى بدري يمسك الحكم. عندهم في قطر الامير اللي موجود دلوقتي خد الحكم من ابوه بانقلاب ناعم. ابوه اللي هو تميم اللي هو حمد انقلب على ابوه اللي هو الشيخ خليفه لما كان مسافر فرنسا يتعالج، قال له ما ترجعش تاني. الشيخ خليفة نفسه اللي هو جد تميم انقلب على أخوه أحمد، الشيخ أحمد ألفان ابن عمه شاله. هم عائلة انقلابية. يبقى نظام الحكم سين ما هو نظام الحكم في قطر، جيم نظام الحكم هو نظام انقلابي، اللي يصحى بدري هو اللي يتولى الحكم.